وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ذكر في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى أناسا في الجنة وآخرين في النار، هل هذه رؤية حقيقية أم لا؟ وهل هذا يدل على أنه يوجد فيها أناس؟ نعم فيها أناس، لكن دخولها يكون في يوم القيامة، وقد يكون فيها الناس رفعهم الله عز وجل بأرواحهم مثل الشهداء، أن أرواحهم في أجواف طير تسرح في أنهار الجنة وأشجارها. نعم، وإيش السؤال؟ وهل هذا يدل على أنه يوجد فيها أناس؟ نعم فيها أناس، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم، رأى الجنة والنار وهو يصلي صلاة الاستسقاء، ولما رأى الجنة تقدم عليه الصلاة والسلام ليأخذ منها شيئا، ولما رأى النار تأخر عليه الصلاة والسلام، ورأى في النار رأى عمرو بن لحي الخزاعي والعياذ بالله يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب للأصنام، وأول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحجاز. نعم.